بنات كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال يا ربي كيف ديما. ونتمنى تعجبكم المقدمه ديال الفيديو اللي قدمت لكم فيها الام ديالي العصيده. المهم حنا كنقول لها بشلها تقول لا، صراحه طبق شاتوي بامتياز، طبق تقليدي من تراث سنة الامازيغيه. المهم البنات نتمنى تعجبكم، واللي عنده شي ام الله يخليها ليها والله يطول ليه اللي يطول ليها في عمرها. المهم كاع الوالدين الله يخليهم لينا ويطول ليهم في عمرهم يا ربي، واللي توفاو ليه الله يرحمهم ويرزقهم جنة الفردوس الاعلى، الله يرحمهم ويستر عليهم يا ربي. هذا النهار ليله الجمعه. دابا البنات ندوزو هنا، وجدت معك واحد العصير صراحة واعر، صراحة راه ديجا انا وجدتو وعجبني وبغيت نشاركو معكم. مهم اول حاجة عندي هنا جوج بنانات. المهم البنات راه ديجا وجدت هاد العصير البارح اللي وجدتو وملي عجبني قلت علاش ما نشاركو مع البنات، واخا ديجا راه تلقاهم دايرين دارو ولا هكا مع دابا وقت الفريز تبارك الله. المهم البنات عندي هنايا الفريز، عندي هنايا جوج بنات عندي الفريز، الفريز على الكمية يعني على حسب الأشخاص اللي عندكم في الدار. عندي هنايا خمسة تمرات واللوز والزبيب والشوفان، جوج معالق ديال الشوفان والحليب من طبيعة الحال. انا درت نصف لتر، نصف لتر ديال الحليب، والكميه ديال الفريز والبنان وداكشي كيبقى على حسب الكميه يعني على حسب الافراد اللي عندكم في الدار. وانا البنات ما درتش السكر حيت اصلا البنان حلو، التمر حلو، المهم التمر حيدو ليه العظومه، واصلا الزبيب تاعو هو حلو. انا ما درتش السكر، الا بغيتو نتوما ديروا السكر اللي يزيد عليه السكر يزيد السكر على حسب الذوق ديالو. نتمنى ما تعجبكم هذا العصير، وما هذا العصير خاص بالفريز والبنان والفواكه الجافه وصحي. المهم البنات ها هو نكب لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. طبيعة الحال غنزينو بشوية د اللوز، اول البنات كيفاش كيجي؟ صراحه كيجي زوين غير جربه. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم خفيف وظريف، نتمنى يعجبكم. المهم الى عجبكم الفيديو تخليو لي لايك وتعليق، ولا الفيديو القادم وصفه جديده ان شاء الله. ما تنسوش البنات البارتاج مع الحبوب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى الفيديو القادم ان شاء الله وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
الجزان ديري هاتي فوت نغصات تتفلو يدوران حكى لفك أنا ول حركي غيرك زكالي أسك سلشيد محبسي صغسان ويهيا زندلوبان يجزون ديري هاتي فوت نغصات تتفلو يدوران حكى لفك أنا ول حركي غيرك زكالي